مش اي حد يفرخ زغاليل في الصيف، السر وراء انتاج زغاليل كتير في الصيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. تعال اما اقولك على السر اللي بيخليك تنتج اكبر عدد من الزغاليل في الصيف وبصحة جيدة كمان. يعني طبعا كلكم عارفين اللي بيبقى في الصيف ده بتنتشر الامراض، وخاصة الجدري او اللي بيسموه الجص، الغوا القدام اللي زي حالتي. ازاي تنتج زغلول نظيف في الصيف وبكميات كبيرة جدا؟ اهو زغاليل، ومعانا كمان هنا الزغاليل. بسم الله ما شاء الله، قول بسم الله ما شاء الله، علشان كده بالصلاة على النبي قبل ما نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة عايزك تدوس لايك علشان الناس كلها تشوف الفيديو. عايز كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك قبل ما نقول المعلومة عن، وانا بفرجكم كده عن الزغاليل وعلى الانتاج. اعمل لايك، انزل تحت الفيديو واعمل لايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير. احنا في الصيف يا جماعة، شوف انا عندي السقف معمول بالصاج، يعني مش هتلاقي حر اكتر من كده. الصاج اهو، يعني انا عندي هنا الجو نار، لكن انا عندي فتحات صغيرة اهو، كمان حمام محبوس ما بيخرجش من الاوضة دي، انا ما بطيرش الحمام. اهو حضراتكم، هقول لحضراتكم بعمل ايه في الصيف عشان انتج الانتاج اللي حضراتكم شايفينه ده. ولسه كمان في تحت الحمام، قول بسم الله ما شاء الله واعمل لايك، وتعالى اما افرجك على باقي الزغاليل واقول لك بنعمل ايه في الصيف. زي ما قلنا هنا كده شفنا الحمام اللي رائد على بيض وزغاليل، وزغاليل كمان اهو ما شاء الله الحمام كله بينتج. يعني اللي بيقول الحمام حمامه مش بينتج في الصيف بيسألني ازاي انت بتعمل ايه، او بسم الله ما شاء الله. طبعا انا حاطط بيضة اضافية اهو، بسم الله ما شاء الله، بيض وزغاليل اهو، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعالى بقى اما اقول لك انا بعمل ايه علشان نخلي الزغاليل تبقى كتير بالشكل ده وصحتها جميلة جدا، مفيش عندها كانكر، خالية من الكانكر، خالية من الجدري. ده يا جماعة المشاكل اللي بتقابل غواة الحمام اللي بيخليهم ما ينتجوش زغاليل في الصيف. بسم الله ما شاء الله. ما تنساش برضو اللايك، نأكد على اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اقول لك انا بعمل ايه علشان ننتج زغاليل كتير في الصيف وتكون زغاليل سليمة بدون جدري او جص او كانكر. اول شيء التغذية السليمة ومواعيد الاكل. انا دايما انا بقول لك انا بعمل كده، في ناس بتأكل مرة، انا بأكل مرتين، لكن ما بأكلش في الحر، بأكل الصبح بدري ومرة بالليل علشان الزغاليل، لان دايما انا بفرخ زغاليل يا جماعة، انا بفرخ زغاليل، لازم اكل مرتين علشان الحمام لما يجوع طول النهار ويأكل بالليل بيدي للزغاليل كويس، ولما بيجوع طول الليل واكله الصبح بدري برضه بيأكل الزغاليل كويس. ولو ما اكلش تاني انا بساعد الزغاليل، لو في زغلول ضعيف انا بساعده. يبقى زي ما قلنا مرة صباحا ومرة مساء، ده اول شيء، وما تأكلش بالنهار والجو حر، ده اول حاجة. ايوه الحمام لما يجوع فترة النهار هيأكل كويس وهيأكل زغليله تمام، تلاقي الحمام صحته جيدة وبيقبل على الاكل.
ويأكل زغليله. ثانيا مسائي الحمام، مسائي الحمام يا جماعة تغسلها جيدا وتهتم بغسل المسائي، ما تحطش مية على المية القديمة ولا تكبش المية وما تغسلش المسأة، لازم تغسل المسأة جيدا. لو عندك مسائي فخار ادعكها بسلكة، سلكة الألمونيا زي كده، ولو عندك مسائي زيادة حط المسأة في الشمس تنشف، وحط غير مسأة تانية، يعني المسأة اللي تحطها النهاردة في الشمس تشغلها بكرة وهكذا، تسيبها في الشمس يوم وتحط ايه مسأة تانية من اللي كانت في الشمس وهكذا تبدلهم. طيب لما قلنا وتزيد من المية كمان طول اليوم، موضوع المية مهم جدا يا جماعة طول اليوم. ثالثا التحديق، انا دايما معايا التحديق ده، حضراتكم دايما عارفينه، واسيب لك الرابط بتاع فيديو التحديق، لازم يكون دايما قدام الحمام، الحمام مش هينتج لو ما فيش التحديق ده مستمر قدامه يوميا، مش مرة في الاسبوع وملوش مواعيد، يوميا يا جماعة لازم يكون موجود يوميا التحديق، لازم يكون موجود باستمرار. رابعا استحمام الحمام مرتين اسبوعيا في فترة الصيف اللي احنا فيها في الحر ده يا جماعة، لازم اهو الحمام بحميه مرتين، بحميه بايه؟ افريزين، انا معايا افريزين اهو او اكسومسرين، هسيب لك صورته، يبقى افريزين او اكسومسرين تمام، وبرضو هسيب لك الرابط بتاع فيديو اللي هو القضاء على الحشرات في الاستحمام وفي كل حاجة وفي اي شيء عن الجرب تمام. يبقى استحمام الحمام مرتين في الاسبوع في فصل الصيف، يومين يعني يومين يكونوا مثلا كل 3 ايام الحمام، شايف الحمام وسعادة الحمام بالاستحمام. خامسا فرز البيض، فرز البيض يعني انت ما تسيبش حضرتك الحمام نايم على البيض فارغ وبتستنى الحمام يزيد الانتاج، هيزيد الانتاج ازاي؟ يعني باقصى شيء تفرز البيض بعد اسبوع من وضع البيض، تستبعد البيض الفارغ وتضم المخصب على بعضه، يعني لو في هنا بيضة فارغة وهنا بيضة فارغة، عندك بطين اصبح او حصويتين زي ما بيقولهم فارغين وحصويتين مليانين، تجمع البيض الفارغ ترميه وتضم البيض المخصب على بعضه علشان تكسب وقت تمام. الموضوع يا جماعة الوقت مهم جدا عشان تنتج زغليل، ما تضيعش وقت الحمام والبيض فارغ، خليه يتفرغ لعش تاني. سادسا متابعة الزغليل بعد الفأس حتى لا يكون هناك نافق، يعني ايه؟ يعني هتأكل الزغلول الضعيف او تبدل الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير. طيب انا هوري لحضرتك ازاي، انا عندي هنا الزغلول ده فأس امبارح، انا طبعا حاطط بيض تاني، البيض ده متأخر شوية تمام، البيض الزغلول الفائس اهو امبارح بسم الله ما شاء الله واكل كويس، لكن طبعا دول هيطلعوا مجعانين، فانا دول لما يفقسهم هيبقوا صغيرين، لازم اتصرف فيهم، يا اما اشيلهم تحت حمام يكون فائس في نفس الميعاد، او ان انا اساعدهم بالتصغيط اليدوي، واسيب لكم برضو رابط انك تزغط الزغلول من عمر يوم، احط لك رابط الفيديو ده في صندوق الوصف. سابعا انك تاتي في لاجيلا او امريزول، انا معايا امريزول اهو، يبقى حضرتك هتاتي امريزول او فلاجيل من اليوم الثامن من عمر الزغاليل، ده وقاية للزغاليل من الكانكر يا جماعة وانتفاخ الحوصلة ومن امراض كتير، فلاجيل او امريزول، ولو عليهم مضاد سموم من النوع الجيد اللي كنت عملته قبل كده يكون افضل. يبقى اليوم الثامن والتاسع والعاشر هتلاقي صحة الزغلول كويسة جدا لما تاتي امريزول او فلاجيل، مع انك تاتي للحمام الكبير 5 سنتي في لتر المية 3 ايام كل شهر، للحمام الكبير على لتر مية 3 ايام كل شهر 5 سنتي على لتر مية. ثامنا القضاء على الحشرات، طبعا باستحمام الحمام زي ما حضراتكم شفتم، وهتقضي باي طريقة على الناموس والذباب والسوس. طب انا اقول لك انا بعمل ايه للذباب والناموس والسوس،
انا عندي دايما الزجاجة دي اللي اسمها نصر لسيون، دايما برش منها المكان، ما خليش اي حشرات علشان تضمن ان يطلع عندك زغليل خالية من الجدري. طبعا هتلاقي كل الحاجات دي في الفيديو بتاع الجدري اللي عملته من فترة قريبة جدا، كان فيه شوية حاجات كتير، زائد ان انا بحط نقطة من الدواء ده على في فم الطائر، فم الزغليل اهو، معانا الزغلول اهو، نحط في بقه في الفم مباشرة نقطة للزغلول اهو، الزغليل في العمر الصغير ده، وتكررها كل 10 ايام، واسيب لك صورته. الدواء المصري ده منه، الدواء المصري دي صورته، وفي منه الاجنبي ودي صورته، الدواء الاجنبي. اما هي دي متعبية من عبوة كبيرة يا جماعة، انا بشتريها كده سايب، ده النوع الرخيص المصري، لكن في منه الاجنبي غالي جدا وممكن ما تلاقيهوش، لكن اسيب لكم برضو صورته على كل حال. وزي ما بتحمي الحمام الكبير برضو هنعمل كده مع الحمام الصغير، الزغاليل الصغيرة، مع اقول لك بقى تعمل ايه، طريقة امنة جدا ما تخافش منها، هقول لك تعمل ايه. طيب لو معنا اي زغلول احنا عايزين نرشه من الحشرات، يعني مثلا نجيب صغير ده، معايا الازازة دي طبعا هي انا اخد منها سنتي من الازازة دي افريزين او اكسومسرين اللي تلاقيه حضرتك، سنتي على 4 سنتي مية، تحطهم في اي بخاخة عندك، وهترش تحت جناح الطائر وديله وعلى جسم الحمامة، بس ما تخليش يجي في عين الزغلولة. تمام، يبقى كده ده للزغليل الصغيرة، وممكن متخافش امن جدا. انا هعمل كمان اهو الزغليل اللي هي لسه لحم دي، شوف الزغلول ازاي اهو، ما تخافش انا مش خايف اهو. تمام، بالطريقة دي. يبقى كده هو الجو حر يعني، انا بعملهم احنا يعني النهار الشمس لسه طالعة. عاشر حاجة واخر حاجة، هم 10 حاجات، ان حضرتك هتأتي بندكس ده طارد للديدان، يعني دي الحمام عندك والزغيل ما يكونش عندها ديدان، الحمام عنده ديدان وعايز الزغيل حضرتك تطلع بصحة جيدة، مش هينفع. بندكس هتأتي قرص واحد على لتر مية، بندكس اقراص، قرص واحد على لتر مية لمدة 3 ايام، وتكررها بعد 14 يوم، تبقى دي كده كلها جرعة، اللي هي بعد 3 ايام وبعد 14 يوم، 3 ايام دي الجرعة، جرعة واحدة. تمام، بعد كده تكررها كل 3 شهور بنفس الطريقة. بكده يكون خلصنا موضوع النهاردة، وازاي ان انت حضرتك تفرخ زغليل كتير وبصحة جيدة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. ما تنساش تعمل اللايك لو انت استنيت معانا لاخر الفيديو كده، ضروري يبقى عجبك الفيديو، لازم تعمل لايك وتشترك في القناة. طبعا هتقول لي انا مشترك، لازم تفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات، لازم تفعل زر الجرس وتختار الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.